بدأت بسم الله في القول أولا تبارك الرحمن الرحيم المؤمن وثنيت صلى الله ربي على الإمام محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاه على الإحسان بالخير أبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مدعوا به أجزم العلا وبعد فحر الله فينا كتابه فجاد به حب العلا متقبلا حياكم الله وحياكم طيب الله مساءنا وإياكم وبوانا وإياكم بحسن الأيام والمنقلب حيا الله الوجوه والأسارير نفاح تطيب كأفواه القوارير تحيي الضمير وتفي الجمع من التكسير ونسأله كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك ليجمعنا أخرى بلية سرمدية مع أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. يا حامل القرآن قد فزت بالتيجان يا دائم الترتيب بالذكر والتنزيل بشراك يوم وعيد ان تكون امنا في سدر وجنان. القران الكريم ايها الكرام الفضلاء هو مأدبه الله عز وجل في هذه الارض. اقسم الله عز وجل به في مواطن من القران فقال قاف والقران المجيد وقال تبارك وتعالى ياسين والقران الحكيم. وما يقسم الله عز وجل الا بما شاء كيفما شاء على الوجه الذي شاء. فالقران هو كلامه تبارك وتعالى الذي انزله ربنا عز وجل في ليله هي خير من الف شهر على نبينا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فنزل اعظم كتاب مع اعظم ملك على اعظم نبي في اعظم ليله فما ظنك بذلك. انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. القران كان هدايه قال ربنا تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فكان هداية للأبدان فلا سقم ولا مرض وكان هداية للقلوب بانشراح صدورها. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب صف قدميك لربك عز وجل وإلى ربك فرغ. بماذا ينصب النبي عليه الصلاة والسلام وبماذا يرغب إلا بالقرآن الذي سد يوما عليه الصلاة والسلام عند عائشة كما في الصحيح وقال افتقدته فبحثت عنه فوجدته ناصبا قدميه يبكي يبل الارض ببكائه وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اقصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. القران ايها الكرام الفضلاء المباركون الله عز وجل ما انزله الا لنسعد ما انزله لنا شقايه ابدا. قال تعالى طه وليس من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام لا طه ولا ياسين انما يقول ملك مقطعة. قال طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. من كان يظن ان القران يشقيه فليراجع ايمانه مع ربه تبارك وتعالى. ما نزل القران الا ليسعدك ما نزل القران الا ليهنيك. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه موقوفا وبيت يقرا فيه القران يزداد خيره وبركته ويتسع على اهله وتذهب شياطينه وتاتي ملائكته. وبيت لا يقرا فيه القران الا ويضيق على اهله وتذهب بركته ويذهب ملائكته وتحضر شياطينه. فدونك ذلك ايها المبارك دونك هذا الحق الوثيق ودونك ذلك الحق المتين فاستمسك بالذي اوحي اليك. قال الله تبارك وتعالى في الآية 23 بعد 100 من سورة طه لكي يوضح لنا هذا قال فمن اتبع هداي فلا يضل
تبدا نهائيا. قال الله عز وجل: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. امن كامل في الاوطان وفي البلدان وفي الابدان وعند الموت وعند القبر وعند قيام الناس من الاجداد وهم مطمئنون امنون. القران رحمه الله عز وجل وعلمه العجيب. قال ربنا عز وجل: الرحمن علم القران. فان لم تكن بك رحمه من الله لن تستطيع ان تدرك حرفا واحدا. فما بكم من وما بكم من نعمه فمن الله. ان فتح عليك في القران فاعلم انك مرحوم باذن الله الواحد الديان. وعليك ان تخلص فيه النيه وان تصبر في مواطن الدرس. في أبيات عجيبة جميلة قال: واصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته. ومن لم يذق طعم التعلم ساعة عاش كل الجهل طول حياته. ومن لم يتعلم في صغره ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه ربه عندما ماته. فدونكم يا ابنائي، دونكم يا من لم ياتكم النذير وجاءكم النذير عن الشيء، دونك مواطن الدرس. هل الكبير ايضا لا يتعلم؟ كلا، الكبير يتعلم. الامام الغفار، الامام عبد الرحمن بن ملا عبد الرحمن النهدي، معنا الان اكاد الموجودون في هذا المكان. لا تقل فات للتعليم، كلا، لم يفتك التعليم. أعظم وأندر الموارد في حياتك البترول، الذهب، الفضة، لا، أندر وأعظم الموارد هو الوقت. اسمع لهذا الله تعالى، اسمع لهذه جيدا، أندر الموارد هو الوقت. ومن الجمال أي مولد من الموارد إن تتركه لا ينقص، صح؟ عندك فلوس في البنك ما تلمسها، تنقص ولا تروح حتى ما هي مثل ما هي. لكن الوقت ان تركته ما الذي يحدث؟ ينقص. ولذلك جاء في الاثر: اذا اشرقت الشمس منادي منادي يقول: يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك سعيد فاغتنمني فاني لا اعود. صح ولا مو صح؟ اذا كل يوم يمر من نوم هو مكسوب بالماينس بالسالب عليه. صح ولا مو صح؟ طيب، من فوائد الوقت انه موزع على كل الناس بالسويه. الرئيس والمرؤوس والكبير والصغير والمدير والقبير كلهم عندهم 24 ساعه، صح؟ والساعه 60 دقيقه، في حد مفضل على الثاني فيها؟ كل الناس متساوون في مورد الوقت. طب لماذا اننا متساوون في الاوقات؟ ولماذا اننا متساوون في ذلك المورد وهنا جاهل وهنا عالم؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك فن إدارة الوقت. هذا أدار وقته إدارة سليمة، وهذا أمد الوقت إدارة سليمة. عن ابن عمر عند الحاكم وغيره قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمسا. اسمع الآن الوقت كم مرة ذكر فيها؟ حياتك قبل موتك هذا وقت ولا مو وقت؟ ها؟ فراغك قبل شغلك وقت ولا مو وقت؟ صحتك قبل سفرك وقت ولا مو وقت؟ شبابك قبل هضمك، غناك قبل فقرك. المال جاء كم مرة؟ مرة. والوقت جاء كم مرة؟ أربع مرات. هيئوك لأمر لو فضلت له فضى بنفسك أن ترى بعد العمل. وأغلى ما يملكه وقت وأراه أعظم ما عليك يضيعه. ضيع الوقت سناب شات وكل ما هو آت آت، واتسرعين بيتم حتى في المسجد. والله يا اخوان هذه حادثة قبل كم صلاة العصر في المسجد. أول ما بدأنا الصلاة: السلام عليكم، السلام عليكم. ينبغي ايش تقول بعد مدرج الصلاة؟ استغفر الله تبدأ أذكار الصلاة. والله طلع الجوال وجلس يتصفح 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 يتصفح. بعد ما قلت أنا بصراحة كانت معي، فقلت لابد أن أنا أقدم نصيحة لوجهي ناحية صلي أنا أضيع نفسي. وبعدين فسلمت عليه وطيبت بيده وقلت له: يا أخي أنت ما شاء الله يعني كبير في السن وباين عليه الوقار والأدب. قال: والله يا شيخ أعاني كمان من الوسوسة. طبعا هو الجلسة اللي تهوي ما تهوي جنبك الوسوسة، هو هذا اللي جنبك الوسوسة. جزاك الله خير.
وهكذا
في كتاب الله تبارك وتعالى تقيم حروفه وتقيم حدوده. وكل يوم زاد الخير يجعل لك ورد لا يخطئك ابدا في الحفظ. واختم بهذه القصه السريعه. الناس الان يقول لك انا اصلا الحفظ صعب علي، كل يوم احفظ ايه. كان يفعلها قالون، قالون تلميذ الامام نافع، كل يوم فقط ما اطلب منك زياده. وانظر كيف ستكون النتيجه باذن الله تبارك وتعالى. هذا رقم واحد. ما حفظته قم به الليل وصل به في النوافل. ردد القران فالمكرر احلى، كل ما تكرر كل ما يثبت كتاب الله تبارك وتعالى. ان هذا القران اشد تفصيلا من الابل في عقولها، فتعاهدوه. القران يحتاج معاهده ويحتاج مراجعه باستمرار. وانت ما شفت جاي سيكون ذلك علاجا لك من الغيب ومن النميمه والكلام في الناس. انت جربها وانا اقول جربها، وابدا بالفاتحه بعدين جزء النبا، جزء تبارك جزء قد سمع. ثم يفتح الله عز وجل عليك بعد ذلك في جميع تحفيظ القران تم تكريم رجل عمره 70 سنه. 70 عاما، 70 عاما يختم كتاب الله تبارك وتعالى. لان القران هذا سهل. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. ابدا ما هو صعب القران نهائيا، لكن يريد منا ختمه ان نقبل على القران، نخدم على القران. كم لك ختمه بعد رمضان؟ عد شوال وعد ذو القعده وعد ذي الحجه، الان تنخرم السنه. ماذا ختمت بعد رمضان؟ ونقول ارجع مع نفسك واسال هذا السؤال، ولا تكن كمن قال فيهم الله عز وجل الايه 30 من سوره الفرقان، الايه الوحيده التي شكانا فيها النبي العدلان الى الرب الواحد الديان، وقال الرسول يا ربي لقد اتخذ هذا القران مهجورا. وازدد من شيء واحد ازداد منه النبي عليه الصلاه والسلام، وقل رب زدني علما. الايه 114 سوره طه. هذا الذي اردت ان اقوله لكم، واسال الله تبارك وتعالى ان يجزي على هذا المجد خير الجزاء، وان يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وان يجزي لهم المثوبه والعطاء. ان جعلوا هذه الحلقات لتعليم ابنائنا، وان تكون محضن خير وبر وتقوى لهم. وجزى الله ولاه الامر خير الجزاء الذين مهدوا هذه الحلقات ودعموها بكل ما يمكن. لو رايتم الاحتفال قبل ايام لحفظ الكتاب الله عز وجل اقترى شيئا عجيبا، لان من اوائل الذين يكسرون الحلل يوم القيامه ابراهيم حفظ القران. شوف النتيجه حتى نجد كما عند ابي داود وغيره، اول من يكسر حلل ابراهيم حفظ القران، بل وكرامته تتجه الى والديه. سبحان الله، يكسر والداه حله الكرامه وتاج الكرامه، نورها اشد من الشمس في نهار الدنيا. الله اكبر، شوف سبحان الله، اشد من نور الشمس. هذا للوالدين، فما ظنك بالذي عمل بهذا ليس بالذي عمل بهذا القران. اللهم فقه لما تحب وترضى، وخذ بنا وصينا بالبر والتقوى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا خير الجزاء اهل القران وحفظه القران واساتذه القران الذين علمونا، واجعل الخير علينا بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا على بلادنا الامن والامان والسلامه والايمان، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاه امورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم الى البر والتقوى. اللهم ارحم اباءنا كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم رحمه الابرار، واجعلهم في دار القرار تحت الجناد المطمئنين يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا مشايخنا واصحاب الحقوق علينا، واجزهم بكل حرف حلاوه وبكل كلمه طلاوه، واجعل ما قدموا لنا مسترا في قبورهم، مغدقا عليهم فيما هم فيه يا رب العالمين. واجعل قبورهم والدينا روضه من رياض الجنان. اللهم تم الكلام اللهم